السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أعزائي أصدقائي أخوتي. طبعا بدأنا في تدريب إعطاء دروس في مدرسة أز هلال لتعليم القيادة. أز هلال سلوجو كورسوندا درسlerimiz başlamıştır arkadaşlar. Gaziantep Şahinbeyli'de. Gaziler Caddesi'nde. Burada size biraz bilgi vermek. بإمكان الأشخاص الراغبين بالحصول على رخصة قيادة تركية فقط تقديم شهادة مترجمة ومنوترة فقط. تم إلغاء قرار وجوب تعديل شهادات أو شهادة محو أمية كان مطلوب التغى. أصبح بإمكانكم تقديم شهادة دراسية مترجمة ومنوترة فقط. طبعا أنا اللي عم بعطي الدروس النظرية باللغة العربية. في هنيك أساتذة ذو خبرة قوية في الامتحان النظري حيث نضمن لك النجاح من المرة الأولى بإذن الله ودروس عن بعد إن أردت. نعم طبعا مع المدرس أستاذ فاروق حنان. نعم ودروس قيادة غير محدودة لبين ما تعلم، يعني ما في مشكلة يعطوك دروس لبين ما تعلم. الأوراق المطلوبة صور شخصية وتقرير طبي ولا حكم عليه وشهادة دراسية مترجمة ومنوترة. هلأ الشهادة التركية، قال إن الشهادة التركية تعد من الشهادات القوية في العالم والتي تؤمن لصاحبها عديد من الفرص العالم في مختلف أنحاء العالم وذلك نظرا لاعتراف غالبية دول العالم فيها. النجاح من المرة الأولى في النظر والعملي مضمون إن شاء الله. لا تقلق إذا كنت لا تعرف التركية، سنعلمك، لدينا الحل، كتابة وقراءة وحل أسئلة رخصة القيادة هي ضمان للنجاح في أسرع وقت إن شاء الله. لا تقلق إذا لم تتمكن من الحضور إلى الدورة، فنحن لدينا تعليم عبر الإنترنت. استمع إلى الدروس في منزلك. السلام عليكم ورحمة الله.